بالحقيقة القوات الروسية تحاول فرض أرض يعني الهيمنة على الأرض والصعود باتجاه يعني المدن الرئيسية. المدن الرئيسية هي يعني مثلا كييف، سومي، خاركوف، مقاطعتي الدومباس يعني لوغانسك ودونيتسك. هذه بأمر الواقع هي روسيا تريد الحصول عليها بأي ثمن، لكن هي تريد أولا يعني هي تجعل الأنظار تتجه إلى العاصمة كييف، وهناك يعني القوات بالذات يعني القوات الشيشانية بدأت تصل إلى هناك، لكن هي بالأصل تركز على المناطق الجنوبية. المناطق الجنوبية هي خرسون، ميكولايف، أوديسا، يعني هذه تاريخيا هي تتبع للقيصرية الروسية. تحاول روسيا في أي ثمن أن تحصل على موضع قدم هناك، وإن وصلت إلى هناك يعني في خاصة في مدينة أوديسا هي تعتبر يعني شريان الاقتصاد الأوكراني. إن وصلت القوات الروسية إلى هناك سوف تتحكم يعني في أوكرانيا بشكل غير مباشر، يعني حتى وإن توصلوا إلى اتفاق معين سوف تبقى هذه المناطق التي تخضع إلى هيمنة الروس يعني تؤثر على السياسة الخارجية لأوكرانيا. بالتالي القوات الروسية تحاول الدخول إلى هذه المنطقتين أو بهذا المحورين الاتجاهين حتى تفرض أكثر ضغط على السياسة أو على الإدارة في كييف. هنا وبشكل آخر تحاول أن تجعل يعني كييف زيلينسكي على سبيل المثال أن يخضع لأمر الواقع. يعني في البداية كنا نرى زيلينسكي يعني يطالب بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي والى الناتو والى غيره، الان بدا يائسا يحاول لقاء الرئيس بوتين، يحاول الاقتراب شيئا فشيئا الى يعني موسكو نوعا ما. يعني هنا تغيرت السياسه حسب ما يعني الروس يعتقدون، انه في حال تقدمهم بشكل واضح على الأراضي الأوكرانية فإن الأمر سيجعل زيلينسكي والإدارة في كييف تخضع للشروط الروسية حتى وإن كانت هناك ضغوط أمريكية، وهذا ما يعني تحاول الحصول عليه موسكو والرئيس بوتين الذي يبدو أكثر من أي وقت مضى متمسكا بالتقدم تجاه هذه المناطق، ويعني مصحوبا معه ايضا هناك نوعا ما يعني قد يكون دعم شعبي او اصبحت القضيه لدى الروس او قضيه اوكرانيا هي قضيه قوميه، يعني عندما تخاطبهم بهذا الموضوع يعتبرها موضوع قضيه قوميه. بالتالي قد نرى ان هناك يعني حلول معينه، لكن انا لا اتفائل جدا، لكن قد تكون هناك حلول معينة قد توقف العمليات العسكرية إلى حد ما، يعني وهذا ما يعني هذا نتيجة للعمليات العسكرية. متى ما تمكن الجيش الروسي تحقيق نتائج كبيرة خاصة يعني في مناطق خاركوف، سومي، وأوديسا وخيرسون، هي اليوم أصبحت أو يوم أمس أصبحت بشكل تام أنه هي للقوات الروسية تسيطر عليها بشكل كامل. بالتالي هذه المناطق وخاصة المناطق الساحلية، الشريط الساحلي، إن سيطر عليها الجيش الروسي فسوف يغير الكثير في المعادلة داخل أوكرانيا.